قناة روايات ستان تقدم مدام باتيست، قصة قصيرة للكاتب الفرنسي الكبير جي دي موباسان، ترجمة محمد فتحي عبد الوهاب، أداء صوتي أحمد رمضان الجمال. عندما دخلت استراحة المسافرين بمحطة لوبا، صوبت أولى نظراتي إلى الساعة، فوجدت أنه لا يزال أمامي متسع من الوقت حتى يصل قطار باريس السريع، وشعرت فجأة بالإجهاد، كأني قطعت 10 فراسخ سيرا على الأقدام. نظرت حولي لعلي أرى على الجدران ما أقتل به الوقت، فلم أجد شيئا، فخرجت ووقفت أمام مدخل المحطة وأنا أقلب الفكرة فيما يرفه عن نفسي إلى أن يصل القطار. كان الطريق أمامي، قد نمت على جانبيه أشجار الفتنة بين صفين من مختلف المنازل الصغيرة، وقد ارتفع الطريق صعدا فبدت نهايته كأنها حديقة بعيدة، وكان مقفرا إلا من هرة تتسكع في الطريق في خفة، وكلب يسرع في مشيته يشتم قوائم الأشجار بحثا عن فضلات طعام. واجتاحتني موجة حزينة من الشعور بالخيبة. ما العمل؟ وجدت أنه لا مفر لي من الانتظار الممل بمقهى المحطة الصغير، وتصورت نفسي جالسا وأمامي قدح من النبيذ لم تمسه شفتاي وجريدة محلية عافت نفسي قراءتها، عندما بدت أمامي جنازة قادمة من شارع جانبي لتخترق ذلك الطريق أمامي. شعرت عندئذ أن منظر مركبة الموتى قد فرج عن نفسي، لقد ربحت على الأقل 10 دقائق من فراغ الطويل. وتضاعفت فجأة انتباهي عندما شاهدت الميت لا يشيعه سوى 8 رجال، كان أحدهم يبكي في حرارة والآخرون يثرثرون ويتحدثون أثناء سيرهم، ولم يشترك في الجنازة أي قص. ففكرت وأنا أخاطب نفسي، ها هو ذا دفن مدني، ولكن سنح لي خاطر، ما بال المئات من ذوي الأفكار الحرة الذين يعيشون في البلدة لا يشتركون في إبداء شعورهم في مثل هذه المناسبة؟ إن سير هذه القافلة السريع قد دل على أنهم سيدفنون الفقيد دون احتفال ديني، ودفع بي فضول إلى افتراض فرد معقد بعيد. ولكن بينما كانت المركبة تمر أمامي إذا بفكرة تنبعث في خاطري، هي أن أشيع المركبة مع هؤلاء المشيعين، وبذلك أشغل من وقت الضائع ساعة على الأقل. فسرت وأنا أتظاهر بالحزن خلف الآخرين، والتفت آخر 2 منهم إلي في دهشة ثم تحدث في صوت خافت، فاعتقدت أنهما يتساءلاني عن سبب وجودي وأنا الغريب عن هذه البلدة. ثم استطار الاثنين اللذين أمامهما فالتفت ناحيتي يتطلعان إلي في فضول، فضايقني ذلك الأمر وعزمت على أن أضع حدا له، فاقتربت منهم وقلت بعد أن بادلتهم التحية، أرجو المعذرة أيها السادة إذا كنت قد قطعت عليكم حديثا، ولكني عندما شاهدت الجنازة دفعت نفسي إلى اللحاق بها دون سابق معرفة بالفقيد الذي تشيعونه. فرد أحدهم قائلا، إنها فقيدة. فدهشت وسألت، إذن هي جنازة مدنية أليس كذلك؟ فأجاب آخر يشرح لي قليلا، نعم ولا، إن القصة رفض أن ندخل بها الكنيسة. فبدرت مني آهة من الدهشة لأني لم أفهم ما يعني، فصرح قائلا في صوت خافت، إنها قصة محزنة، إن هذه الشابة قد انتحرت، وهذا هو السبب في عجزنا عن إجراء الطقوس الدينية قبل دفنها، إنما تراه يبكي هنا هو زوجها. فقلت بعد تردد، إنك لا تدهشني وتثير فضولي، هل أنتهك سرا إذا ما رجوت أن تقص علي هذه القصة؟ إذا كنت تشعر بأن ذلك فضولا مني فاعتبر كلامي كأن لم يكن. فأخذ الرجل بذراعي دون كلفة وقال، كلا، ليس ما يمنع أن أسرد عليك وقائعها، فلنبطئ في السير قليلا حتى نكون آخر المشيعين، ولدينا من الوقت ما يكفي للسرد قبل أن نصل إلى المقبرة عند الأشجار
التي تشاهدها هناك، ثم طفق يحدثني قائلا: تصور أن هذه المرأة الشابة السيدة بول هامون كانت ابنة أحد التجار الأثرياء السيد فونتانلي، وكان قد حدث لها حادث رهيب وهي في سن 11. لقد اعتدى عليها خادم وكادت تموت خزيا وعارا من ذلك الحادث الأليم. وأظهرت المحاكمة الرهيبة أن تلك المسكينة كانت ضحية ذلك الوحش مدة 3 أشهر، فحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. ونمت الفتاة الصغيرة وقد تلطخت بالعار، منبوذة وحيدة بلا رفيقات ولا عطف، وأصبحت أمام الأهلين كأنها مسخ أو أعجوبة من الأعاجيب. كانوا يتحدثون عنها في همس ويتكلمون عن الصغيرة فونتانلي في غمز، ويديرون ظهورهم عند رؤيتهم لها في الطريق. حتى المربيات كان أكثرهن يأبين الالتحاق بخدمتها، وكانت العائلات تبتعد عنها كأنها وباء تخشى أن تنشره الفتاة فيسري إلى من بالقرب منها. أي شفقة تعتريك لو كنت قد شاهدت هذه الطفلة المسكينة وهي تراقب الأولاد يمرحون ويلعبون في الساحة بعد ظهر كل يوم. كانت تجلس وحيدة أو تقف بجانب خادمتها تشاهد حزينة ما يحدث دون أن تشترك مع الأولاد في لهوهم. وعندما كانت تنتابها نزوة لا تقاوم من الإغراء، كانت تتقدم في خجل وخوف وتدخل في زمرتهم في خطوات مترددة وكأنها شاعرة بعارها. وسرعان ما تنهض الأمهات والعمات والمربيات من مقاعدهن ويأخذن بأيدي الأولاد ويجذبنهم بشدة بعيدا عنها، وتبقى الصغيرة فونتانلي وحيدة والهة القلب مذهولة، ثم تنفجر باكية وقد امتلأ قلبها شجنا. وأخيرا تسرع إليها خادمتها تخفي وجهها المخضل بالدمع في مأزرتها. وكبرت الفتاة وازدادت حالتها سوءا، وكان الناس يحولون بينها وبين مثيلاتها من الفتيات كما لو كانت مصابة بالطاعون. ولم يكن لدى الفتاة شيء تتعلمه، لا شيء البتة. لقد قطفت الثمرة المحرمة قبل أوانها، وامتلأ جسمها بالأنوثة قبل أن يحين ذلك الوقت الذي تحاول فيه كل فتاة أن تقرأ المستقبل المجهول في وجه الرجل ليلة الزفاف. كانت كلما عبرت الطريق بصحبة مربيتها ينظر إليها الناس وهم في خشية منها، فتغض الطرف شاعرة بالعار الذي يثقل كاهلها. وكانت الفتيات الساذجات الغريرات يتغمزن عند رؤيتها في خفية ويحولن أنظارهن عنها كلما التقط أعينهن بعينيها، وكانوا قليلا ما يحيونها ويتظاهرون بعدم رؤيتهم لها. حتى الصبية كان ينادونها مدام باتيست، وهو اسم ذلك الخادم الذي اعتدى على عفافها. كانوا لا يعرفون مقدار العذاب الذي تعانيه هذه الفتاة، فقد كانت قليلة الكلام، لا تبتسم مطلقا. حتى أهلها كانوا يضيقون بها كأنهم يحقدون عليها من جراء تلك الهفوة الشنعاء. إن الرجل الفاضل لا يمد يده بمحض إرادته إلى المجرم الذي أفرج عنه، ولو كان ابنه أليس كذلك؟ وعامل السيد والسيدة فونتانلي ابنتهما كأنها من طريدات السجون. كانت جميلة شاحبة اللون، ذات قامة هيفاء وسمت وقور، ولو لم يكن ذلك الحادث لكنت من المعجبين بها. ولما قدم الحاكم إلى البلدة بعد غياب 18 شهرا، استحضر معه سكرتيرا خاصا، وهو شاب غريب الأطوار كان يعيش في الحي اللاتيني بباريس. فرأى الآنسة فونتانلي وأحبها وقص عليه قصتها، فلم يأبه بها بل قال إن ذلك يضمن مستقبلها، وغازلها ثم طلب يدها وتزوجها، وكان لا يخجل من التزاور معها. فكان البعض يرد الزيارة والبعض يحجم عنها، وصار الحادث مع الزمن في طريق النسيان. وأخذت السيدة مقامها في المجتمع، وكانت تحب زوجها كما لو كان إلها. ألم يرد إليها شرفها؟ ألم يقاوم المجتمع ويكافح الناس من أجلها ويواجه الإهانات بسببها؟ لقد كان يقوم بدوره في شجاعة قل أن تجدها في الرجال. وحملت ففتحت أمامها الأبواب كأنما تطهرت تماما بالأمومة. إن ذلك لشيء مضحك، ولكنها الحياة. وصار كل شيء في طريقه العادي حتى حانت حفلة البلدة السنوية،
وأقبل الحاكم يحيط به سكرتيره وحواشيه وأصحاب الجاه لتوزيع الجوائز على المتسابقين. وأنت تعرف بالطبع ما يحدث من خلاف ومنافسة وغيرة بين الناس في مثل هذه الحفلات، وما أكثر أن يفقد البعض رشدهم. كان كل سيدات البلدة قد حضرنا لمشاهدة هذه الحفلة، وتقدم رئيس فرقة الموسيقى لبلدة دو مرميون، فقلده بول هامون وساما من الدرجة الثانية، فقذف رئيس الفرقة بالوسام في وجه السكرتير صائحا: احتفظ به لباتيست، فأنت مدين له ولي بوسامين من الدرجة الأولى. كان هناك حشد كبير من الناس، فسرعان ما ضجوا بالضحك، كان جمهورا خشنا غير مهذب. واتجهت كل الأنظار صوب السيدة المسكينة: الله يا سيدي، ألم تشاهد قط امرأة جنت؟ لقد كنت بين الحاضرين في تلك الحفلة وشاهدتها وهي تحاول النهوض فتسقط على مقعدها 3 مرات متتالية كأنها تريد الهرب، فيقيدها عجزها عن اختراق هذه الجموع المتكاثرة المحيطة بها. وسمعت صوتا من جهة ما يصيح: أهلا أهلا بمدام باتيست. فضج بعض الناس بالضحك، واشمأز البعض الآخر، وهبت عاصفة من الضوضاء والهرج، واهتزت الرؤوس وترددت الأصوات، وتطلعت الأنظار تشاهد وجه تلك التعسة، وحمل الرجال زوجاتهم على أذرعتهم ليشاهدونها، وتساءل الناس: أين هي؟ إيه، تلك التي ترتدي ثوبا أزرق اللون؟ وكان الأولاد يصيحون صياح الديكة، وانفجر القوم يضحكون ضحكات عالية، ولكنها لم تتحرك من مكانها، كانت جالسة في ذهول على المقعد الوثير، كأنها ساعة خصصت لهذا الحفل تتطلع إليها الأنظار، ولم تستطع حراقا، ولم تتمكن من إخفاء وجهها، كانت جفونها تنطبق ثم تنفتح كأن هناك ضوءا باهرا يحرق عينيها، ولهثت كأنها جواد يصعد مرتفعا من الأرض، كان كل هذا يمزق قلبي تمزيقا. وأخذ السيد هامون برقبة رئيس فرقة الموسيقى، ذاك الشخص الوقح، وألقاه على الأرض وسط الضوضاء الهائلة، وتوقف الاحتفال. بعد ساعة كان السيد هامون في طريقه إلى الدار برفقة زوجته، كانت مرتجفة الجسد صامتة لم تفه بكلمة واحدة، وفجأة تسلقت حاجز الجسر دون أن يتمكن زوجها من منعها، ثم ألقت بنفسها في النهر، واستغرق إخراجها 2 ساعة من ذلك الماء العميق، كانت بالطبع قد فارقت الحياة. صمت المتحدث لحظة، ثم عاد بعدها يقول: ربما كان من الأفضل لها أن تصل إلى هذه النهاية المؤلمة، فإن هناك أشياء تحدث فلا يمكن محوها. وها أنا ذا عرفت الآن لماذا رفض القس أن يفتح أبواب الكنيسة لها، فإنه لو كان الدفن دينيا لشيع الجنازة كل أهل المدينة، ولكن ذلك الانتحار وتلك القصة الأليمة حملت العائلات على الإحجام عن تشييع الجنازة، ولذلك كان من الصعب أن يشيعها القس. وعبرنا باب المقبرة، وانتظرت في تأثر بالغ نزول الناووس في القبر لأقترب من ذلك الشاب المسكين الذي كان يبكي وينتحب، وشددت على يده معزيا، فنظر إلي في دهشة من خلال دموعه، ثم تمتم قائلا: شكرا شكرا يا سيدي شكرا. ولم آسف أبدا على اشتراكي في تشييع هذه الجنازة. تمت بحمد الله.